تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، أعرب فيها عن التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها على الحرص لاستمرار تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما ضمنها فخامته خالصة تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد. هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامته أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه حفظه الله بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية أذربيجان الصديقة، ومتمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.